السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا متابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا النهاردة الآيس كريم الدايت، سعراته قليلة جدا، مكوناته اقتصادية وسهل وسريع. إن شاء الله تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمني جدا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. المقادير معانا، هنحتاج 200 جرام فراولة متفرزنة، غسلناها وقطعناها وحطيناها في الفريزر كام ساعة. وهنحتاج معانا لكل 200 جرام فراولة 100 ملي لبن خالي الدسم، او لبن كامل الدسم لو هنعمله للأطفال. وللتحلية هنحط معانا سكر فركتوز او سكر دايت للدايت، لو عاملينه للأطفال نستبدل السكر بالعسل الأبيض يكون صحي أكتر. لو احنا الخلاط بتاعنا ما بيجرش التلج هنسيبه في اللبن والسكر 5 دقايق بس لحد ما الفراولة تبقى يعني طرية شوية، وبعدين هنضربه في الخلاط عشان ما نحرقش الخلاط، هنضربه واحدة واحدة. بصوا القوام بتاعه مرمل وحلو جدا، طعمه حلو جدا، حلو جدا للدايت العادي، ومناسب لـ7 خطوات، ومناسب لمرضى السكر، وحلو وصحي جدا للناس اللي بتحب الاكل الصحي والحلو الصحي. هندخله بس التلاجة الفريزر عشان نقدمه. اهم حاجة ان احنا بناكله بالنهار بدل ثمرة الفاكهة او بدل اي سناك حلو، وهو بيرفع معانا كمان الحرق، لانه الجسم بيتعب قوي لحد ما يدفي نفسه. اول ما بندخله حاجة ساقعة بيعلى الحرق معانا. حلو، بصوا القوام بتاعه مرمل وحلو ازاي، ايس كريم ايس كريم، يعني كأنه ايس كريم عادي مش ايس كريم دايت، وطعمه حلو جدا. شكله حلو جدا وطعمه حلو، ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رأيكم. سهل وسريع واقتصادي وسعراته قليلة جدا ودايت. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم.